نرحب فيكم أعزائي المشاهدين في رسالتنا اليومية لتغطية الدورة الرياضية الثامنة لجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون الخليجي. ضمن فعاليات اليوم الثاني في الدورة الرياضية الثامنة لجامعات ومؤسسات التعليم العالي لدول مجلس التعاون الخليجي، أقيمت يوم أمس أولى جولات لعبة كرة الطاولة على الصالة الرياضية في كلية الدراسات التجارية. في اللقاء الأول استطاعت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من الفوز على جامعة الجوف بنتيجة 3-0. وفي اللقاء الآخر تمكنت جامعة قطر من الفوز على جامعة الكويت بنتيجة 3-1. هذا وقد اتسمت المنافسة بين الجامعات واللاعبين بالروح الرياضية والمنافسة الشريفة التي لطالما تعودناها من قبل دول مجلس التعاون الخليجي. طبعا اليوم تقام بطولة منافسات مجلس التعاون الخليجي لتنس الطاولة، وعلى هالأساس وزارة الإعلام مشكورة سوف تنقل هذه منافسات البطولة بمشاركة جميع دول الخليج باستثناء البحرين والإمارات. طبعا عندنا 6 جامعات راح يشاركون بطولة الفردي، و8 جامعات راح يشاركون بطولة الجماعي. طبعا أنا أحب أشكر أوجه رسالة شكر لعمادة شؤون الطلبة بقيادة رئيس لجنة العليا المنظمة الدكتور حسين المشيمي، وأيضا المساعدين للعمدة الدكتور سلمان حاجي ودكتور بدر العتيبي، ومستشار العمادة أستاذ الدكتور محمد صلاح، وأيضا رئيس لجنة المنشآت طارق الكندري، الجنود المجهولين عندنا بالعمادة والذي يسعون ليلا ونهارا لنجاح هذه البطولة والعرس الخليجي. طبعا احنا بدينا اليوم ان شاء الله الفترة الصباحية اولى مباريات هذه المنافسات اللي طبعا هي الدورة الرياضية الجامعات ومؤسسات التعليم العالي لدول مجلس التعاون. بالنسبة حق بطولتنا او مسابقتنا لكرة الطاولة، امس اجرينا قرعة المسابقات للفرق وللفردي، وانتجت هذه القرعة طبعا عن مجموعتين. المجموعة الاولى تضم الجامعات 3 فرق، والمجموعة الثانية هم من 3 فرق راح يلعبون على شكل دوري، وان شاء الله من المركز الاول والمركز الثاني راح يلعبون يدشون الدور الاربعة. وان شاء الله يوم السبت راح تكون هناك مسابقة الفردي راح تقام بمشاركة 27 لاعب من جميع الجامعات دول مجلس التعاون، وراح يكون التتويج إن شاء الله والحفل الختامي مساء يوم السبت الساعة 6:00 مساء. الحمد لله كل الأمور مثل ما تمنيناها، البطولة من بدايتها ناجحة. كل الشكر والتقدير إلى جميع الأخوان المشاركين ومساهمين في إنجاح هذه المنافسات الرياضية الخليجية. ومن ضمن فعاليات الدورة الرياضية الثامنة لجامعات ومؤسسات التعليم العالي لدول مجلس التعاون الخليجي العربية وعلى صالة المعهد العالي للاتصالات والملاحة في منطقة الشويخ، شهد اليوم الثاني منافسات قوية في لعبة كرة الطائرة، حيث تمكن فريق جامعة الكويت في المباراة الأولى من الفوز على فريق جامعة الإمارات العربية المتحدة وبنتيجة 3 أشواط مقابل لا شيء. وفي المباراة الثانية تمكن فريق الهيئة العامة للتعليم التطبيقي من الفوز على فريق جامعة الجوف بنتيجة 3 أشواط مقابل لا شيء، مختتما اليوم الأول للدورة الذي شهد منافسات قوية بين الفرق المشاركة وسط أجواء أخوية حبية وحماسية بين اللاعبين المشاركين والحضور الجماهيري.
وهذا ما تهدف إليه هذه الدورة بعيداً عن المنافسات، فهي تهدف إلى تدعيم وزيادة أواصر العلاقات الأخوية بين أبناء الخليج ودعم الشباب وحمايته من الوقوع في براثن التطرف والإرهاب. نقول الهيئة العامة للتطبيقي مع الكرة ويحاول بالجول ولكن ترد مرة ثانية. ضمن منافسات المجموعة الأولى لدوري كرة القدم داخل الصالات لبطولة جامعات ومؤسسات التعليم العالي الثامنة لدول مجلس التعاون الخليجي، التقى فريقا جامعة حائل وجامعة طيبة، وذلك على الصالة الرياضية في مجمع الشويخ. واستطاع أبناء حائل من الفوز بنتيجة 3 أهداف دون مقابل بعد أن أظهر الفريق مستوى مميزا. وفي اللقاء الآخر وضمن المجموعة الثالثة تمكن فريق جامعة الملك سعود من الانتصار بنتيجة 3-0 على فريق جامعة الإمام محمد بن سعود. إلى فواز المانع يحاول يعدي ويحاول يعدي عدة ويسدد، ولكن في خطأ على عبد العزيز الهاجري، في خطأ وحركة بهلوانية من فواز المانع، حركة حلوة إذا استعراضية وفاول وخطأ لصالح. نشوف طبعا مخرجنا أبو مجداد طبعا يعيد هذه اللقطة الحلوة يعني من لاعب جامعة الجوف فواز المانع. إذا تلعب الكرة باسل الربيع يحاول يسدد ولكن راحت بعيدة يا باسل الربيع، هذا باسل اللي حاول يسدد على طبعا نحو المرمى ولكن ابعدت وراحت. إذن فهو فهد الخواري، عبد العزيز الهاجري، عبد العزيز طبعا بالتطبيق مع الكرة يحاول يعدي ويسدد ولكن توصل إلى إبراهيم القايد، توصل من يوسف رمضان. إذن هجمة مرتدة ويأخذها يا سلام وبالجول، ولكن ترد من فهد الخواري من المانع اللي أخذ الكرة واستلمها بشكل حلو واللي سددها، ولكن فهد الخواري. إذن توصل الكرة إلى باسل، توصل إلى عبد العزيز بالتعادل. وأما المباراة الثانية اللي استهلت و أصفرت وطبعا استأنفت هذه المباراة بصافرة عبد العزيز جاسم، طبعا أحمد بناكد مع الكرة، توصل الكرة إلى الكابتن بسام الشمري مع الكرة أمامية إلى أحمد بناكد، وترد الكرة من فهد الشمري إلى طبعا بسام إلى فهد مرة ثانية مع الكرة، توصل الكرة إلى أحمد مناكد، وفي طبعا خطأ على محمد البلادي اللي دفع أحمد مناكد في هذه اللعبة. نشوف الدفعة ونشوف يعني طبعا حكم مباراة قريب على هذه اللعبة، وعبد العزيز جاسم وأعطى خطأ. إذا أنت اللعب الكرة توصل راشد أو رائد الرشيدي يتقدم طبعا بسام الشمري، ولكن الطول وتروح الكرة
تروح الكرة طبعا ركلة تماس لصالح فريق جامعة طيبة من المدينة المنورة. غسان الجهني مع حارس المرمى تركي عبد الحميد توصل الكرة. طبعا نشوف واضح على الشاشة طبعا عبد العزيز مع الكرة توصل إلى غسان. غسان نشوف الهدوء، نشوف الهدوء لغاية الحين من طيبة، ولكن حايل حايل فريق مستعجل، واضح انه يبي يضغط، يبي يهدف بالبداية. وطبعا هذا غسان، غسان الجهني تلعب الكرة توصل إلى فريق حايل، وحاول محمد البلادي في هذه اللعبة وتطلع ركلة إدخال لصالح جامعة طيبة. جامعة طيبة إذا تلعب الكرة خاطفة أمامية، ولكن نشوف الهجمة المرتدة، نشوف الهجمة المرتدة، ويحاول طبعا غسان الجهني يغطي، يغطي على فهد الشمري في هذه اللعبة اللي يعني كان يحاول فهد الشمري يحاول أنه يقتنص هذا الكرة المرتدة، ولكن طبعا غسان الجهني يبعد هذه الكرة. إذا تلعب الكرة توصل غسان، غسان مع الكرة توصل سمير هيوساوي إلى عشرة طبعا عبد العزيز الجهني، وتحاول يسدد مناكد، ولكن ترد الكرة، ونشوف طبعا برافو بشكل حلو بشكل جيد، وتحاول يتقدم، ولكن في خطأ، في خطأ، في خطأ على طبعا عبد العزيز، على عبد العزيز الجهني. عبد العزيز نشوف هذه اللعبة، ونشوف طبعا عبد العزيز الجهني يدفع فهد الشمري في هذه اللعبة. إذا تلعب الكرة توصل من بسام الشمري إلى أحمد مناكد، طبعا كابتن الفريق مرة ثانية إلى بسام الشمري، يحاول يتقدم، يحاول أحمد مع الكرة توصل إلى رائد، ولكن تنقطع مرة ثانية وترد من فهد الشمري، ولكن تروح هذه الكرة راحت منك طبعا أحمد مناكد اللي هو طبعا كان أحد لاعبين المنتخب السعودي ومنتخب الجامعات السعودي وهداف الدوري طبعا بالسنة السابقة، هداف دوري السعودي للصالات. إذا تلعب الكرة وتوصل إلى غسان، تلعب غسان مرة ثانية، تلعب الكرة إلى البلادي، إلى سمير هوساوي إلى محمد البلادي مع الكرة، محمد إلى سمير. بنشوف هذه النقلات، نشوف هذه النقلات، يعني يحاول بهدوء أنه يوصل، بهدوء أنه ينقل جامعة طيبة، وهات وخذ، ياخذها ويتقدم ويحاول يسدد بالجول. الله، راحت من عبد العزيز الجهني، عبد العزيز الجهني هذا اللي رد، اللي سددها بيساره، ولكن راحت منك. إذا تلعب الكرة والهجمة مرتدة. عمان وصافرة البداية، نقول بسم الله وعلى بركة الله. تنطلق المباراة في شوطها الأول، في شوط المباراة الأول بقيادة الحكم يوسف نصار ويوسف العنزي، أحمد صادق، طلال حبيب رابعا، والمراقب طلال بلوشي، ومقيم مثل ما قلنا أيضا محمود البلوشي. بداية المباراة إن شاء الله نشوف مباراة حلوة في هذه الدورة الجميلة اللي بالتأكيد ستجمع أبناء الخليج هنا على أرض الصداقة والسلام بالكويت الحبيبة. المجموعة الأولى اليوم اللي بتضم طبعا المنتخبات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، دولة الكويت وجامعة السلطان قابوس، جامعة الطائف وجامعة الإمارات المتحدة، وهذه الكرة تنشال وتبعد أخيرا هي برا الملعب إلى رمية تماس، إلى رمية تماس. تكلم عن المجموعة الأولى، والمجموعة الثانية جامعة قطر، جامعة الكويت، جامعة طيبة وجامعة حفر الباطن، هي الجامعات المشاركة بمجموعتين يساهمون في كرة القدم. صحيح أن هناك
أيضا الألعاب الأخرى انطلقت في الدور التمهيدي والمباريات مثل ما ذكرنا، وبداية اليوم كرة القدم هنا على طبعا جدول للمباريات، وأيضا اللي نشوفه من شبابنا الخليجي. هذه كرة بتلعب على طول منتخب الأمان، والله الله 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 الله، فرصة أولى بتضيع على منتخب جامعة السلطان قابوس، فرصة أولى بتضيع كانت سريعة وحلوة والانطلاقة من وائل لسلطان السعدي، لكن حارس المرمى بيحصلها إيهاب الشافعي بيحصل كرة، والمحاولة اللي كانت الحقيقة للمنتخب أو المنتخب جامعة سلطان، احنا نقول منتخب لكن احنا دائما هم منتخب، شو منتخب الجامعة، جامعة سلطان على العموم، كرة مقطوعة أيضا جامعة سلطان غابوش، واضح أنه بيسجل مبكرا، وراحت الفرصة الأولى في أول دقيقتين من المباراة، أول دقيقتين الانفراد اللي كان، وهذه تسديدة أخرى حلوة 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 حلوة، جامعة السلطان قابوس الحقيقة تهديد مباشر وأول ركنية، شوف أول ركنية يا سلام تبدل حلو، والتسديدة الغوية والتألق لإيهاب للمرة الثانية، إيهاب حارس مرمى جامعة الإمارات بيبعد كرة حلوة وخطيرة كانت أيضا من سلطان السعدي، والمحتز عمل الركنية، ركنية تلعب على العرض، المحاولة مرة ثانية تعود بنفس المكان والعرضية لكنها أعلى أعلى كثير، والكرة خارج الملعب إلى ضربة المرمى، إلى ضربة، شوف هذه اللعبة الأولى الحقيقة والانطلاقة من السعدي، شوف لما مررها وحارس المرمى بيتألق وبيشيلها، هو بيشيلها بشكل صحيح من وائل العجمي، وائل العجمي، الكرة الثانية اللي كانت من المعتز كرم البلوشي، وأخيرا أيضا حارس المرمى يبعد بشكل صحيح إيهاب الشافعي، إيهاب يتألق في كرتين حلوين لجامعة السلطان قابوس، حلوين الحقيقة، وما في كان يعني واحد يوقف لهم من دفاع جامعة الإمارات إلا حارس المرمى الحقيقة متألق إيهاب الشاف، تلعب هذه كرة ملعوبة أيضا يحيى الهديفي، هديفي بينقل على اليسار، هناك شافع الشافعي، والشافعي بيحاول يمر، تنقطع مرة ثانية، تبقى عبد الله الكعبي، والكعبي بيرسل له كرة أمامية سريعة، وحاول فيها طبعا الإمارات بيحاول بالتأكيد، شوف هذه الكرة فيها الخطأ واضح أيضا على اللاعب شافعي، الشافعي رفع القدم أكثر من اللازم مع أبو بكر برهان يعني المهاجم الصريح في جامعة الإمارات، كل المنتخبات طبعاً الجامعة يختارون من الإبراهيم استعد لانطلاقة سفرة أحداث اللقاء، إذن مع الانطلاقة الكرة لصالح جامعة الطائف، كما تابعنا من يمثل الفريقين وعرض الأسماء الخاصة بالفريقين، كرة ملعوبة لصالح التطبيق مقطوعة في النص، متابعة موجودة، وفي فاول خطأ لصالح جامعة الطائف، إذن نذكر اللي انضم معنا لمتابعة هذا اللقاء، المباراة مغامة في ملاعب أو استاد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في انطلاقة المباراة بين جامعة الطائف والتعليم التطبيقي، جامعة الطائف اللون الأخضر وفريق التطبيقي لون الأزرق، رمية تماس ملعوب الكرة ناحية اليسار، قدم فيها والمحاولة موجودة لصالح التطبيقي، عبد المحسن العجمي ناحية اليسار بمر والمحاولة موجودة لكن أيضا تنقطع فيها متابعة، والأنصاري بيحاول، كرة ملعوبة ممكن الآن فيها خطورة لكن كرة بتطول، والكرة لخارج الملعب بالتغطية سليمة، لاعب التطبيقي فواز العازمي، فواز العازمي اللي كان بيحاول في كرة
لصالح التطبيقي، كرة ملعوبة بالنص مقطوعة لصالح التطبيقي، ترجع هجمة سريعة لصالح طايف، نغلى على طول في الأمام ناحية اليسار، لكن ريلا تطلع الكرة لخارج الملعب لصالح التطبيقي. حارس المرمى رحمن سعد شريفي، وإشارة من المساعد الثاني، كرة تعاد إذن لحارس المرمى كيد السليم، رمى على الأنصاري، تلعب الكرة إلى عبد الله صادق، طويلة ناحية اليسار، شمري عبد الرحمن الشمري، نص الملعب لصالح التطبيقي، نقل ناحية اليمين عبد الرحمن عوض، ملعوبة والمحاولة زويد، يوسف زويد بيرجع إلى عبد الله صادق من نص الملعب، نواف ربيع تلعب طويلة ناحية اليسار إلى عبد المحسن عجمي المتقدم ناحية اليسار، ممكن يلعب كرة عرضية لكن التغطية موجودة تنقطع لصالح جامعة الطايف، ترجع مرة ثانية كرة لصالح التطبيقي لكن تنشال مرة ثانية، عبد الرحمن عوض تلعب ناحية اليمين إلى الشرهان والمحاولة لكن التغطية موجودة والكرة لخارج الملعب، كرة بيطلعها إذن تغطية دفاعية من عبد الله العمر، كرة تلعب لصالح التطبيقي، عبد الرحمن عوض بيلعبها عرضية لصالح التطبيقي لكن تنشال أيضا دفاع الطايف، ترجع مرة ثانية كرة موجودة، كرة بأرضية الملعب، المحاولة موجودة لصالح التطبيقي، ترجع إلى الخلف ساري، غير ناحية اليسار ناحية عبد المحسن عجمي، بطولة ترجع ومتابعة موجودة لكن أيضا لاعب جامعة الطايف حاول يخلي الفرصة هجومي، مسمري إلى عبد الرحمن عوض، الشمري
معانا عبد الله مطلق المطيري عضو اللجنة الفنية للبطولة للدورة الثامنة للجامعات ومؤسسات التعليم العالي. بالبداية نقول لكم ألف مبروك تحقيق يعني جامعة الكويت المركز الأول بالجلة. الله يبارك فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أحب أشكركم على هذه المقابلة. الحمد لله اليوم توفقنا في أول مباراة لنا كانت قدم الصالات جامعة الكويت مع الكليات التطبيقية العمانية، وقدرنا نتغلب عليهم نتيجة 3-0. انتقلنا بعد المباراة إلى مضمار كيفان، الحمد لله الله وفقنا وحققنا الميدالية الذهبية عن طريق اللاعب حسين القطان. فالحمد لله إنجاز يعني نفتخر فيه في جامعة الكويت، نفتخر بطلبتنا. وأرجع دائما وأقول أن نملك في جامعة الكويت كنوز من الرياضيين عندهم القدرة على تحقيق أعلى الإنجازات الرياضية بإذن الله. كل الشكر لكم، الله يعطيكم العافية، وإن شاء الله نشوفكم في كل محفل يعني متواجدين كجامعة وطلبة. لا وشكرا لكم وألف مبروك للكويت بشكل عام تحقيق الميدالية الذهبية. شفنا معكم أعزائي المشاهدين أحداث حلقتنا لهذا اليوم، وصلنا معكم إلى الختام. نشوفكم باشر في حلقة جديدة، فما الله.